بعد انتهاء المظاهرة المركزية عشرات الآلاف انتقلوا هنا أمام إحدى بوابات وزارة الأمن الإسرائيلية. عشرات الآلاف لم نرى هذا المشهد هنا قبل ذلك بهذه الحدة بهذا الغضب. لو رأيتم الآن هذا الدخان المتصاعد، كان هناك إشعال لبعض الأخشاب هنا. دخل عناصر حرس الحدود الإسرائيلي بالإضافة إلى الإطفائية، ما أدى إلى احتكاكات بينهم وبين المتظاهرين، حاولوا منعهم من الوصول إلى هنا من أجل إطفاء ما أحرقوه من أخشاب. هذه للمرة الثانية نرى احتكاكات هنا ما بين الشرطة خاصة عناصر حرس الحدود وما بين المتظاهرين، كانوا يمنعون دخول عناصر الشرطة وحرس الحدود إلى هذه المظاهرة حتى وصلت الإطفائية الآن وأطفأت هذه الحريقة التي أشعلها المتظاهرون. الآن هنا أيضا إلى اليسار يمكن رؤية حرس الحدود يحاولون العبور إلى الجهة الأخرى، لكن المتظاهرين يحاصرونهم ولا يسمحون لهم بالعبور، ولكن دون أن يمسوهم بأي أذى. ولكن الاحتكاك واضح في هذه المظاهرة، الغضب واضح في هذه المظاهرة، هنالك غضب كبير على حكومة نتنياهو. يقرأ منذ بداية هذا الجزء من المظاهرة التي كانت قد بدأت في 7:30 بتوقيت القدس المحتلة قبل نحو ساعتين من الآن، ولكن الخطابات الرئيسية كانت قد انتهت، والآن بدأت أو قبل نصف ساعة بدأت هذه المظاهرة الغاضبة. هنا يحملون صور نتنياهو مع عبارات غاضبة يقولون له بأنه هو المسؤول عن فشل 7 من أكتوبر، هو المسؤول عن عدم إعادة المحتجزين حتى هذه اللحظة إلى ديارهم. يقرؤون أسماء المحتجزين، يتحدثون عن المحتجز الإسرائيلي الذي أعلن عن مقتله اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي، وهم غاضبون بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية. هذا الغضب يترجم أيضا على بغضبهم على الشرطة الإسرائيلية التي يقولون أنها يجب أن تكون شرطة الشعب وليس شرطة بن غفير، بمعنى أنهم يطالبونها أن تكون إلى جانب المتظاهرين وليس ضدهم ولا تقوم بقمع هذه المظاهرات. على أي حال كما قلت مظاهرة غاضبة جدا الآن، لا أحداث كبيرة استثنائية، ولكن بالفعل هذه المشاهد لم نشاهدها حتى اليوم. كنا قد شاهدنا في الأسبوعين الأخيرين إشعال أخشاب هنا بين المتظاهرين، محاولات إشعال إطارات مطاطية في هذا المكان، لكن هذه الأعداد لم تكن بهذا الحجم. هذا فقط جزء من هذه المظاهرة، أيضا يعني في جهات أخرى من حولنا هنالك أيضا عشرات آلاف المتظاهرين انضموا إلى هذه المظاهرة الغاضبة. إذا كنت ترى معي يحملون بعض الشعلات هنا، وظني بأنهم سيحاولون مجددا إحراق بعض الأخشاب أو ربما حتى محاولة لإحراق أمور أخرى هنا للتعبير عن غضبهم مع هذه الخطابات النارية هنا، التي يعني ليس فقط تتحدث عن الحزن مثلا عن المحتجزين وما إلى ذلك، ولكن أيضا الآن يشعلون أيضا في بؤرة أخرى، يشعلون ربما بعض الأخشاب ويلتفون من حولها تعبيرا عن غضبهم. الخطابات هنا أيضا هي غاضبة جدا، تتحدث بغضب كبير عن نتنياهو عن حكومته، ويقولون بأن نتنياهو هو العقبة أمام التوصل إلى اتفاق إلى صفقة قد تعيد الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين إلى بيوتهم. نرى هنا كيف الشرطة تحاول منع بعض المتظاهرين من التقدم باتجاه الأماكن التي تحرق فيها هذه الأخشاب. في الحقيقة مشاهد بالفعل استثنائية هنا في تل أبيب، مظاهرة فيها بعض الصدامات ما بين المتظاهرين وما بين الشرطة الإسرائيلية. هذه اللافتة التي أمامنا كتب عليها حكومة خراب إسرائيل تقسم الشعب. إذن غضب كبير هنا على حكومة نتنياهو. الآن يقولون في هذا الخطاب الذي نسمعه الآن، يقولون لحكومة نتنياهو ولوزرائه الآن عودوا إلى بيوتكم وأعيدوا المحتجزين إلى بيوتهم.
يتهمون نتنياهو بأنه دكتاتور وبأنه يريد إطالة أمد هذه الحرب من أجل أن يبقى في سدة الحكم. نعم. أحاول فقط أن أسمع هذه الهتافات. نعم، هذه المشاهد إذن هنا الآن في وسط تل أبيب. أعادوا، إذا كنتم ترون معي، المتظاهرون يحاولون إعادة إشعال الأخشاب هنا، والشرطة تطفئها، الشرطة تطفئها مجددا. نعم، الصورة واضحة إيمان، الصورة تتكلم. نعم. معك. نعم. نعم، فقط أذكر بأن أيضاً هذا الغضب كما قلت بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل أحد المحتجزين وعن تخليص جثته ليلة أمس، ولكن أيضاً لها علاقة بمحاولة استئناف المفاوضات في القاهرة. حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي إسرائيلي، لم نتلقى أي بيان من رئاسة الوزراء تتحدث عن إرسال الوفد الإسرائيلي. مع ذلك التقديرات الإسرائيلية تقول بأن الميول هي لإرسال الوفد المفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة يوم غد لقمة يشارك فيها رئيس الموساد، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات الأمريكية، رئيس الاستخبارات المصرية، ورئيس الحكومة القطرية، من أجل استئناف هذه المفاوضات. ما زالت إسرائيل تلقي باللوم على حماس وتقول بأنها تتشدد في مواقفها، رغم أن إسرائيل وفق المصادر الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل أبدت بعض المرونة في المقترح الأخير الذي قدمته للوسيطين المصري والقطري. في بعض هذه اللافتات التي نراها هنا في المظاهرة يطالبون وقف إطلاق نار الآن، وقف إطلاق نار الآن. بعض بالطبع هنا الكثير من الحركات الاحتجاجية، بعضهم من أهالي المحتجزين. الآن نرى كيف الشرطة تحاول إبعاد المتظاهرين عن هذه البؤرة، هنالك ربما مشادات كلامية ومحاولة محاولة لإبعاد المتظاهرين عن هذه البؤرة التي كانت تشتعل فيها بعض الأخشاب، مشادات كلامية بين الشرطة وبين المتظاهرين يحاولون إبعادهم بالقوة ودفعهم إلى الخلف. لا نعلم ماذا تنوي الشرطة أن تفعل. الآن يتقدمون، لو رأيتم في الصورة معنا، قوات من الشرطة تتقدم وتطوق المكان الذي كان تشتعل فيه النيران، ربما من أجل منع المتظاهرين من التقدم مرة أخرى وإشعال المكان مرة أخرى. إذن ازدياد في أعداد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى هذا المكان. بالمناسبة هذه المنطقة فيها الآلاف من عناصر الشرطة. أيضا في طريقنا إلى هنا كنا قد رأينا شاحنة المياه التي تفرق فيها الشرطة المظاهرات متواجدة أيضا في مكان قريب من هنا. هنا أيضا يدعون لمظاهرة أمام الكنيسة غدا في الساعة 6 مساء، يدعون كل المتظاهرين للوصول إلى الكنيسة. يقولون بأن أعضاء الكنيسة خرجوا إلى عطلة صيفية، ولكن المحتجزين الإسرائيليين لا يستطيعون الخروج إلى عطلة. كيف يمكن لأعضاء الكنيسة أن يخرجوا إلى عطلتهم الصيفية بينما يتركون المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة؟ إذن يعلنون عن مظاهرة أخرى غدا في القدس في الساعة 6 بتوقيت القدس المحتلة أمام الكنيسة، يدعون إلى حضور كبير فيها غدا. ما زال أفراد الشرطة متواجدين من تحتنا في هذه المظاهرة يحاولون إبعاد المتظاهرين عن المكان الذي تحرق فيه هذه الأخشاب. بالمناسبة كانت هنالك 3 أو 4 محاولات لرجال الشرطة للوصول إلى هذه البؤرة، لكن المتظاهرين منعوهم، والآن فقط وصلوا ونراهم أيضا ربما ينسحبون من هذا المكان. طيب، ربما كان من المهم إيمان
أن نسأل عن الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء المتظاهرون، وإذا ما كانوا ينتمون فقط إلى حركات اليسار أم أن هناك أطيافاً أخرى تنضم إليهم، وكيف يتعامل الرأي العام ووسائل الإعلام الإسرائيلية سواء كانت الحزبية أو خاصة مع هذه الحركات الاعتراضية. نعم، نحن نرى العديد من الحركات الاحتجاجية هنا، دعني أسمي الحركات على الأقل التي رأيتها اليوم. هنالك حركة الأعلام السوداء الإسرائيلية، هذه الحركة هي أول من طالب بإقالة نتنياهو بعد تقديم لوائح الاتهام ضده بالفساد. كانت قد بدأت هذه المظاهرات في شارع بلفور أمام مقر رئاسة الوزراء بالقدس. المجموعة الأخرى هي مجموعة من اليساريين غير الصهاينة الذين يطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري دون علاقة بأي شيء آخر. بالطبع يطالبون أيضا بإعادة المحتجزين ولكنهم يرفضون هذه الحرب من أصلها. المجموعة الثالثة هي مجموعة أخوة بالسلاح، وهي مجموعة من الجنود المسرحين، ولهذا لا يمكن القول بأن الحركات المتواجدة هنا هي حركات يسارية. الآن فقط دعني أقول بأنهم يصرخون يهتفون صفقة الآن صفقة الآن صفقة الآن، هذا هو الهتاف الذي يهتفون به الآن في داخل هذه المظاهرة. إذن كنت أتحدث عن الحركات الاحتجاجية، أخوة بالسلاح هم جنود مسرحون، حتى أن جزءا منهم كانوا في قطاع غزة، بالطبع ارتكبوا كل ما ارتكبوه ضمن السياسات الإسرائيلية ثم عادوا إلى كابلان للاحتجاج ضد هذه الحكومة. هؤلاء ليسوا بالضرورة ضد الحرب على قطاع غزة، ولكنهم ضد حكومة نتنياهو. برأيهم أن حكومة نتنياهو تؤدي إلى عزل إسرائيل دوليا، وأيضا أنها غير قادرة على تحقيق أي انتصار داخل قطاع غزة، ويشككون أيضا بنوايا نتنياهو، يقولون بأن لا يمكن لنتنياهو الانتصار في هذه الحرب أو إدارة هذه الحرب بشكل يعني بشكل مهني منفصل عن اعتباراته الشخصية ومحاكمته التي تجري في المحاكمات الإسرائيلية حتى في هذه الأيام. ولذلك نرى مجموعة كبيرة من الحركات الاحتجاجية، يمكن القول بأنها يعني ليست يسار ولا يمين، وإنما متواجدة على طول هذا المحور يعني بين اليمين واليسار.